أدى موسم رائع جدا مع ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب في أفريقيا، رشح الأسبوع قبل الماضي أفضل لاعب في أوروبا، وكان بيتنافس مع اثنين من كبار لاعبي العالم مودريتش وكريستيانو، كذلك نفس المنافسة على أفضل لاعب في العالم. شايف موقف محمد صلاح إيه في جائزة أفضل لاعب في العالم، وكذلك تقييمك ليه ورؤيتك ليه في المستقبل؟ هو لعيب استثنائي محمد صلاح. عشان نعرف بس الدوري الانجليزي ده الدوري الاقوى في العالم، هو يعني يعتبر نادي واحد من الافضل في العالم، من افضل لاعبين في مركزه في العالم. اعتقد في اربع لاعبين في العالم هم اكبر الازهر في كره القدم العالميه، رونالدو، ميسي، ودول بقى لهم سنين طويله، دلوقتي محمد صلاح، واعتقد السنين الجايه امبابي هيكون معاهم ان شاء الله. يعني حاسس ان هو ده لعيب كويس، وانا حاسس ان هو ممكن الاربعه دول بقى يتحكموا في مستقبل الكوره بعد كده. لا عندهم امكانيات كويسه، fluide, tout paraît facile avec lui. لا لعيب عنده كل الامكانيات، فيزيك فورميدابل، بدنيا كويس وسريع جدا وعنده فنيات عاليه وفعال قدام المرمى. وانا بحب اسلوبه وروحه كمان، روحه مع الفريق ومع الفرقه اللي بيلعب معاها، دايما متحمس ودايما عنده روح، وفي نفس الوقت متواضع وعلى طول مبتسم، بيدي صوره كويسه لمصر، صوره استثنائيه لمصر. برافو ليا على الصوره اللي بيديها دي.